كان عندنا عدد العمال بالمصنع ما يقارب 20 أو 25 عامل. وعندما استمدينا هذا المنحة للصيادين القوارب زيدنا عدد العمال حيث ارتفع عدد العمال إلى أكثر من 80 عامل. بأن هذا الصيادين شرحوا لنا ظروفهم بأن ظروفهم صعبة وأنهم يعيلوا أسر كثيرة، واحد يملك أسرة خمسة وسبعة ولا يقدر يشتغل عليها، ولابد أن هذا الصياد فيها كبيرة عنا هنا ويعاني من 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 فقر مدقع، لا يملك أي معدات للصياد، لا يملك أي شيء، عنده مهارة ولكن ماشي عنده معدات للصيادة. ونحن ثروة الحمد لله سبحانه غنية بالثروة السمكية، لابد من مساعدة الصياد من قبل هذا الوكالات، وتستمر في مساعدة الصياد، لأن الصياد بحاجة للمساعدة وبحاجة من يقوم يرفع من معنوياته حتى أنه يحصل رزقه ولا رزق أولاده. ولقينا بعض الصعوبات ولكن بدنا أكثر جهد، بدنا نشتغل بفرق اشتغلنا بخمس فرق حتى نوصل إلى الهدف المنشود. وحركنا حركة كبيرة للمصنع، حركة المصنع كلها تحرك، كل 100 أقسام المصنع تمشي إلى حد أن نشتغل لما يمكن الساعة مغرب، من الساعة 6 صباحا من المغرب، حتى أن اضطروا العمال أعطوهم فرتين أضافي لإنجاز القوارب. والله الدافع نحن خدمة للصياد فعلا، نحن كمان خدموا أصحاب الوكالة وقدموا لهم مبالغ، نحن لابد أن نقوم بخدمة للصياد. وطبعا هذا ساهم في تدني البطالة بالمدارية خاصة والمحافظة عامة. قلت البطالة عنا والعمال، شغلنا كمية كبيرة، عدد كبير من العمال كانوا جالسين بدون عمل وعندهم أسر، وعلى هكذا ساعدتنا الوكالة على ذلك، وبعدين خدمنا الصياد وخدمنا أيضا الوافدين من عماله ومن دون عمل كانوا. الآن تسجيل قوارب أكثر من 200 قارب صغير وأكثر من 150 قارب متوسط، وهذا بعد تنفيذ الخطة. روح الدفاتر بدكم إياها، دفاتر ملانة من طلبيات الصيادين من عدن والله إلى المهرة.